قام أهالي ضحايا عرس الحمدانية في قضاء الحمدانية على حريق ممتلكات صاحب القاعة، والتي حصلت فيها فاجعة الحمدانية وخلفت أكثر من 120 شهيدا، وشملت الأملاك المحروقة محلات ومنزل ومعرض سيارات ومكتب مشغول من قبل النائمة أحلام الكائكي، والتي كانت تتواجد فيه وقت الهجوم عليه، حيث وصفت مجرى بأنه حصل بدوافع سياسية دون الإشارة للجهة السياسية الداعمة لتلك الأفعال، علما بأن النائبة أحلام الكائكي هي نائبة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وتم حرق مكتب النائبة أحلام خلال حرق معرض الهيثم ضمن الحملة التي نشأت لحرق ممتلكات صاحب قاعة الأعراس في الحمدانية، وتمكنت شرطة الحمدانية من اعتقال 6 أشخاص للمتورطين بحادثة إحراق ممتلكات صاحب قاعة الأعراس، وتمت إحالتهم للاستخبارات للتحقيق معهم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.